السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله لقاكم في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي، في هذا الفيديو غنطرق للسيدة اللي كانت كتهم لطيفة رأفت، وكان سبق لي أني تكلمت هذه 3 أيام في الموضوع، لكن الغريب في الأمر أن هذه السيدة المقيمة بالسعودية فما زالت لحد الساعة زايدة فيه وكتخرج في عينها، وكتأكد مرارا بأنها ما غاديش تسكت ودائما غتكلم اليوم وغدا في هذا الموضوع. إخواني أخواتي، الفنانة ديالنا لطيفة رأفت اللي رفعت عليها شكاية أو دعوة لدى المصالح الأمنية بالمغرب، وتابعات القضية عند القضاء، وأكدت لطيفة بأن المخزن عامل الخدمة ديالو، وغادي نشوفوا أنا وهاد السيدة فين غتوصل. صراحة هذا هو الكلام اللي خصو يتقال، لأن لطيفة رأفت عارفة شنو كاين وعارفة شنو واقع، وحتى ديك الصدمة والمفاجأة اللي تفاجأت بها بهاد السيدة مارس منين خرجت لها خوتي. على أيين فنحن جميعا المغاربة وكاع الناس المتضامنين مع هاد الفنانة القديرة جاهم الشك، وبان بأن 90% بأن هاد السيدة جات من طرف الحمزاويات. هذا هو الاستنتاج الأخير من جميع المغاربة، لأكدوا أن هاد السيدة راه مصيفطينها شي حد، ربما هذاك الحمزاويات هما اللي بغاو ينتقموا من هاد السيدة. فمع الوقت ومدة التحقيق السلطات كل شيء غيبان على حقيقته. فالمهم هو أن هاد السيدة الخمسينية ما بغاش تحشم وزيدة فيه، وكتحبك في السيناريوهات وكتمثل والأكاذيب، وكتقول بأن المبيض الأيسر ديالها وسرقته لها هذيك الفنانة لطيفة رأفت اللي صراحة كنعرفوها بالأخلاق العالية والفنانة المحترمة اللي عمرنا ما سمعنا منها شي كلمة خيبة أو نميمة في شي حد أو كلام ناقص. والمفاجأة يا إخواني وأخواتي والصادم أن هاد السيدة الخمسينية اللي خرجت عبر المواقع التواصل الاجتماعي وكتناشد السلطات العليا بما فيهم صاحب الجلالة، هاد السيدة يعني نقزات المراحل ومشات خوتي كتناشد يعني صاحب الجلالة، هذا كتبغي تبين انها مظلومه وانها راه بالفعل سرقت ليها هذا المبيض، وان شو الطريقه يعني، واش هذا ذكاء ام غباء؟ صراحه السيده راه حمقى محال يعني عندها شي عقل. فهي كتناشد هاد السلطات العليا باش يوقفوا معاها، راه هاد الشيء اخوتي راه الحماق بعينيه. فهاد الناس يعني كيسحب ليهم واش غادي يطيحهم من قيمتها؟ بالعكس غيزيدوها إلا همة وشان ومحبة الناس لها. فلطيفة رأفت أخوتي راه عارفين كاع الناس المغاربة بالتواضع ديالها وكلام موزون، وأن ملي كتخرج في شي منابر إعلامية راه ما كتكلم حتى كتعرف شنو كتقول. فهاد السيدة صراحة من رأيي أنا بين لي أنها طير لها الفرخ أو العقل محال عندها شي عقل. صراحة هاد المرأة خاصها الطبيب نفساني على حسب رأيي لمعالجتها، حيت دخلت في حالة لا شعورية وبغات تحقق ديك الحلم ديالها في الواقع هو أصلا غير موجود الحدث. ولو افترضنا ثبوت هذه الواقعة يجب الأدلة والحجج والبراهين نثبت القول ديالها وننسب الطفلة الماس لها، وهذا يعني مستبعد جدا أن تكون هذه الابنة ديالها. لكن تتكلم في الهواء، السيدة كتكلم غير في الهواء، غير في الهواء كتكلم. هذيك الهواء خوتي اللي منتشر يعني كلام عابر باش تشوه سمعة الفنانة القديرة، فهذا غير منطقي، فهذا ظلم وافتراء. صراحة هذا ظلم وافتراء، وهذا الشيء اللي كيبان لينا صراحة إخواني أخواتي، وهذا استنتاج جميع المغاربة يعني في حق هذه السيدة الخمسينية اللي خرجت وكتكلم واثقة من نفسها. إخواني أخواتي، فبالرجوع لأقوال هذه السيدة الخمسينية
اللي طيحات الباطل، هذا الباطل اللي باين صراحه اي جميع المغاربه باين هذا الباطل اللي طيحاته على الفنانه القديره لطيفه رأفت. فمره كتقول كنت ساكنه وتبادل المفاتيح، يعني تبدل هذيك المفاتيح لان الطبيب تيدخل عليها من الشرجم، يعني بدلات المفاتيح والطبيب كيدخل عليها من الشرجم. ومره كتقول كانت كاريه غير بيت في السطح، كيف يعقل ان الطبيب غيدخل عليها من الشرجم وهي كاريه في بيت في السطح؟ شو التناقض. وقالت كذلك ان طبيب اعصاب، هذا الطبيب اعصاب، فلا يعقل ان هذا الطبيب الاعصاب غيعمل لها عمليه نسائيه وهو متخصص في الاعصاب. ها هو التناقض الثاني. ومره ثانيه او مره ثالثه كتقول مشات عند الزوجه ديال الطبيب وقالت لها سيري عنده المستشفى راه تلقاي الزوج ديالي تما. ومره اخرى كتقول اخواني اخواتي ان مراته ميته. فالسؤال المطروح والمحير في نفس الوقت، كيفاش هاد السيده عرفات بالضبط بان لطيفه خذات لها المبيض ديالها؟ فهادشي كيحيرنا صراحه، هادشي محير. يعني احنا غير متبعين لهاد الملف وهاد القضيه ديال لطيفه رأفت المحترمه، يعني ماشي محققين، ولكن كيتبين لنا ان هاد السيده راه كتدخل وتخرج في الهضره، فما بالك الى وقفات قدام المحققين المتخصصين في الاسئله. ف بالسؤال الوحيد، يعني غير بسؤال واحد، يعني السيده صافي غتعترف تقول لي ما هي انا راه مصيفطيني الناس، وهنا في غتكون الكارثه، وهنا فين غتطالب لطيفه رأفت بالحق المدني وترفع دعوه على هذوك الناس اللي صيفطوا لها هذه السيده، واللي يعني ضرت نفسانيا لان هي جات واحد الخبر صدمه، هاد الصدمه هو اللي خلاها انها تخرج وترفع دعوه قضائيه. وهاد الناس اللي كيقوموا بهادشي كامل فهم كيحاولوا انهم ينتقموا منها، ولكن القانون سوف يردع هاد الناس وسوف يحمي هاد السيده لطيفه رأفت من كل شر. فكنتمنى اخواني اخواتي انكم تحاولوا تعملوا البارتاج واللايك لهذا الفيديو باش يوصل للمسؤولين ولهذوك الناس اللي رسلوا هاد هاد السيده اللي هي صراحه على حسب الكلام ديالها فهي راه خارج لها العقل صراحه، طاير لها الفرخ. فكنتمنى انكم تضامنوا مع لطيفه رأفت الفنانه ديالنا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.